المقدمة: إن نشر كلمة الإسلام واجب على كل فرد بحسب علمه وتأثيره الاجتماعي. سورة آل عمران الآية 110: يا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذلك سوف يناقش هذا الكتاب بعض الصفات النبيلة المطلوبة للمسلم لنشر كلمة الإسلام بنجاح وبشكل صحيح. إن تطبيق الدروس التي تمت مناقشتها سيساعد المسلم على تحقيق الأخلاق النبيلة. وفقاً للحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 2003، أشار النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أثقل شيء في ميزان يوم القيامة هو الأخلاق النبيلة. إنها إحدى صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فإن من الواجب على جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى الأخلاق الحميدة. معالجة القضايا ذات الصلة للأسف أصبح بعض الذين ينشرون كلمة الإسلام غافلين، فهم يكرسون معظم وقتهم لمناقشة قضايا صغيرة لا علاقة لها حتى بالواجبات الإلزامية أو أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبدلاً من معالجة قضايا القرن 21 التي يواجهها المسلمون الآن، يناقشون قضايا غامضة وغير ذات صلة حتى تبدو فريدة من نوعها. وتشجع تعليمهم المسلمين غير المتعلمين على الجدال حول هذه القضايا وإقناعهم بأن هذا هو الطريق إلى الخلاص. التوازن لا ينبغي للمسلمين الراغبين في نشر كلمة الإسلام أن يخيفوا الناس بذكر أشياء رهيبة مثل الجحيم باستمرار، بل يجب عليهم أن يظهروا نهجاً متوازناً حيث يعاملون الناس وفقاً لموقفهم. على سبيل المثال، إذا كان الشخص في حالة من الخوف وبالتالي على وشك فقدان الأمل في رحمة الله تعالى اللامتناهية، فيجب معاملته بالأمل. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الشخص غارقاً في الغفلة، فيجب إخراجه من هذه الحالة من خلال خوف الله تعالى. عرض جميل وبسيط. إن عرض المعرفة مهم جداً أيضاً، حيث يحتاج المرء إلى إظهار جمال الإسلام وسهولته للآخرين بدلاً من رسم صورة للصعوبة. وقد نصح بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 6125، سورة البقرة الآية 185: أيريد له بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. لا ينبغي للإنسان أن يتكلف في كلامه، ولا يبالغ في الكلام، ولا يخفي كلامه في كلمات جميلة، ولكن لابد من الجمع بين الحكمة والعرض لجذب القلوب، كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. من أمثلة ذلك حديث فينن ابن ماجه رقم 42. المثابرة اللطيفة: إن من أراد نشر كلمة الإسلام عليه أن يحرص على التفكير بالخير باستمرار، فالناس قد يغفلون سريعاً، لذا فإن التفكير المستمر أمر مهم. سورة القصص الآية 51: ولقد بلغنا إليهم القول لعلهم يتذكرون. كما أن الطالب الذي يراجع مذكراته مراراً وتكراراً من أجل ترسيخ معرفته في ذهنه سوف يستفيد من التفكير المتكرر بكلمة الإسلام الحقيقية. لا ينبغي للمرء أن يقدم نصيحة جيدة مرة واحدة ثم يستسلم. إن تكرار الكلمات الطيبة يشبه قطرات الماء المستمرة التي تخترق مع مرور الوقت أصعب الهياكل. هذا هو تقليد الله تعالى وجميع الأنبياء المقدسين عليهم السلام أجمعين. على سبيل المثال، لم يكن الله تعالى بحاجة إلى أمر المسلمين بإقامة الصلاة المفروضة إلا مرة واحدة، لكنه فعل ذلك مرات عديدة في جميع أنحاء القرآن الكريم. لقد أمضى النبي الكريم نوح عليه السلام ما يقرب من 950 عاماً في نشر كلمة الإيمان بين قومه باستمرار. سورة العنكبوت الآية 14: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاماً. لقد استغل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كل لحظة لنشر كلمة الإسلام، وحتى في لحظاته الأخيرة مصح الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بالالتزام بالتعاليم الإسلامية.
وقد ورد هذا في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 2697. لذلك ينبغي للمرء أن يتبنى هذا الموقف ولا يقع فريسة الوساوس الشيطان بالتخلي عن تقديم النصيحة بعد بضع مناسبات. إن واجب المسلم الذي يدعو الآخرين إلى الإسلام هو القيام بذلك باستمرار، ولكن ما إذا كان هذا يؤثر على قلوب الناس فهذا خارج عن سيطرته. ولكن من المهم التأكيد على أن هناك فرقاً بين الانتظام وملاحقة الآخرين. لا ينبغي للمسلم أن يأمر الآخرين بالخير باستمرار، لأن هذا قد يصبح طاغياً وعبئاً على الآخرين. في الواقع امتنع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن إلقاء الكثير من المحاضرات لأنه لم يكن يريد أن يصاب الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً بالملل والإرهاق. ولهذا كان الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يلقي دروسه إلا يوم الخميس، مع أنه طلب منه أن يزيد في الدروس، وقد ثبت ذلك في حديث في صحيح مسلم برقم 7127. الرفق، إن جمال الإسلام يكمن في الرفق، وقد أوصى بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث سنن ابن ماجه رقم 3689. بل إن القرآن الكريم يذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصحبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحب لطف، ذلك للطفه ولطف خلقه. سورة آل عمران الآية 159. يا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كانت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان العرب مشهورين بقسوة القلب، ولكن بسبب رقة طبع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذابت قلوبهم القاسية، وبالتالي تبنوا هذه الصفة وأصبحوا منارات لهداية بقية البشر. ولهذا السبب حذر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4809 من أن من حرم الرفق حرم الخير. سورة آل عمران الآية 103. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه رسالة واضحة لمن يريد نشر كلمة الإسلام، فعليه أن يتحلى بعقلية بناءة لطيفة لا عقلية هدامة قاسية، وعليه أن يوحد الناس ويسعى إلى نفع الآخرين لا إلى إثارة الخلافات داخل المجتمع. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك موقف المرء تجاه أبنائه. في الوالدان للذان أظهر طبعاً لطيفاً تجاه أبنائهما كان لهما تأثير إيجابي أكبر عليهم من الوالدين اللذين تبنوا طبعاً قسياً، وكثيراً ما يدفع البعض للنسب عيداً عن الإسلام بموقفهما القسي. وهذا يتحدى تماماً تقاليد لنبي محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل المثل بلذات مرة. أعرابي غير متعلم في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما أراد الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً أن يعاقبوا نهاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرح للأعرابي برفق آداب التواجد في المسجد. وقد وردت هذه الحادثة في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 529، وقد أثر هذا الأسلوب اللطيف على الرجل بشكل إيجابي. وقد وردت هذه الخاصية المهمة في مواضع عديدة من القرآن الكريم، فمثلاً مع أن فرعون ادعى أنه الرب الأعلى، إلا أن الله تعالى أمر النبي موسى والنبي هارون عليهما السلام بدعوة فرعون إلى الهداية بالكلام اللين والطيف. سورة النازعات الآية 24. يا وقال أنا ربكم الأعلى. وسورة طه الآيات من 43 إلى 44. يذهبن إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إن الأطفال وحتى الحيوانات يفهمون لغة اللين، فكيف لا يرشد البالغ إذا تبنى هذه الصفة عند دعوته إلى الإسلام والخير؟ ولهذا السبب أشار الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 6601 إلى أن الله تعالى لطيف رحيم بما يليق بجلاله، ويحب أن يلين الخلق بعضهم مع بعض. ومن المؤسف أن كثيرين ممن ينشرون كلمة الإسلام قد تبنوا الاعتقاد الخاطئ بأن اللين علامة على الضعف، وهذا ليس إلا خدعة من الشيطان يريد بها إبعاد البشرية عن الإسلام.
الرجاء في الثواب كما يجب على الإنسان ألا يعتقد أن جهوده لا تكافأ إلا إذا استمع إليها الآخرون وعملوا بنصيحته، وهذا باطل، لأن الله تعالى يكافئ على أساس النية والجهد وليس على أساس نتيجة العمل. وقد ثبت هذا في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 1: القيادة بالقدوة، إن أولئك الذين ينشرون كلمة الإسلام يجب أن يجتهدوا أولاً في العمل بمعرفتهم. في الأيام الأولى للإسلام كان المرء يضطر إلى السفر لأيام لحضور تجمع للمعرفة الإسلامية، ولكن الآن يمكن العثور على عدد لا يحصى من المحاضرات على الإنترنت. ومع ذلك فإن الجهل بالطريق الصحيح قد زاد فقط منذ رحيل السلف الصالح، وذلك لأن البعض اكتسبوا المعرفة من خلال حفظ آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يستخدموها لتطهير شخصياتهم، أي أنهم لم يعملوا بمعرفتهم. أولئك الذين يتصرفون على هذا النحو سيفقدون القدرة على التأثير على قلوب الآخرين من خلال نصائحهم. بعض المحاضرين يشبهون نشرات الأخبار التي تقدم المعلومات فقط دون تحفيز الآخرين على العمل، وبالتالي يفشلون في واجبهم في توجيه الآخرين من خلال المعرفة التي وهبها الله لهم. يقبل غير المسلمين الإسلام بشكل أساسي من خلال بحثهم الخاص عن الإسلام بدلاً من ملاحظة مثال عملي لمسلم ناجح. يجب على من يرغب في نشر الإسلام أن يجعل من أولوياته تطهير شخصيته من خلال المعرفة. سورة الصف الآية 3: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عندما يتصرف المرء بهذه الطريقة فإن القليل من المعرفة الصحيحة سيكون له تأثير كبير على نفسه وعلى الآخرين، في حين أن أولئك الذين يرفضون هذا الموقف الصحيح قد يمتلكون المزيد من المعرفة ولكن لن يكون لها تأثير إيجابي على أي شخص. وقد تم وصف هذا النوع من الأشخاص في القرآن الكريم. سورة الجمعة الآية 5: ثم لم يعملوا به كمثل الحمار يحمل أسفاراً. تسهيل الأمور من المهم تسهيل الأمور وتسهيلها على الناس بدلاً من إظهار الآخرين أن الإسلام دين ثقيل. وقد نصح بذلك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 6125. ولهذا السبب أعلن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رقم 43 أنه بعث بدين بسيط وسهل. غالباً ما يعقد الأشخاص الذين ينشرون كلمة الإسلام الإسلام بشكل غير صحيح، بينما قام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بتبسيطه. نقل المعرفة الصحيحة عند نشر الوعي بالإسلام داخل المجتمع من الضروري التأكد من نقل المعرفة الصحيحة، وإلا كما حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 206، فإن الشخص قد لا يعاقب فقط لنقل المعرفة الخاطئة، ولكن هذه العقوبة ستزداد اعتماداً على عدد الأشخاص الذين يعملون بها. لسوء الحظ يتم تجاهل هذا الحديث بشكل شائع، مما يؤدي إلى انتشار المعرفة غير الموثوقة وغير الصحيحة. يمكن أن يؤدي الافتقار إلى المعرفة الصحيحة إلى فتح الباب للكفر. على سبيل المثال، يصف بعض الناس كل ما لا يفهمونه بأنه بدعة أو شرك، حتى أنهم يصفون المسلمين بسعادة بالمرتدين دون أن يدركوا الحديث الموجود في صحيح مسلم رقم 216. يحذر بوضوح من أنه إذا اتهم شخص مسلماً كذباً بالكفر فإن المتهم يفقد إيمانه. الجهل هو أحد أسلحة الشيطان، ولا يمكن للمرء تجنب هذا الفخ إلا من خلال اكتساب المعرفة الصحيحة من عالم موثوق به قبل نشرها. سورة الزمر 39 الآية 9: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الصبر كلما دعا أحد إلى الإسلام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإنه بذلك يتحدى أسلوب حياة كثير من الآخرين المتهورين، الأمر الذي سيدفعهم إلى مقاومة الحق بأي طريقة ممكنة. والسبب الرئيسي وراء رفض الأمم السابقة لأنبيائها عليهم السلام كان لهذا السبب بالذات، فلم يكن بوسعهم أن يتخلوا عن أسلوب حياتهم وخصائصهم
وكانوا مستعدين للدفاع عنهم لشن حرب ضد الله تعالى ورسولهم عليه السلام. وعندما يتولى المرء هذه المهمة المهمة، فلا بد أن يكون مستعداً لمواجهة العديد من المصاعب التي يسببها الآخرون، بما في ذلك أقاربه. إن الأنبياء عليهم السلام هم أحب الناس إلى الله تعالى، ومع ذلك فقد واجهوا صعوبات لا حصر لها من قبل أممهم. وما على المرء إلا أن يدرس القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليلاحظ هذه الحقيقة. على سبيل المثال، أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2472 أنه لم يضطهد أحد من الخلق في سبيل الله تعالى أكثر منه. في مثل هذه الحالات يجب أن يكون رد المرء على السلوك السيء للآخرين متعلماً ومحترماً ولطيفاً. يوجد مثال على ذلك في سورة مريم الآيتان من 46 إلى 47. قال ألم ترغب في آلهتي يا إبراهيم لألا وتنهى عنه لأرجمنك فاجتنبني أبداً، قال سلام عليكم سأستغفر لكم ربي إنه كان بي حسناً. وهنا نناقش الرد الكريم والمحترم للنبي إبراهيم عليه السلام على الموقف القاسي لشيفه. في أغلب الأحوال لا بد أن يكون لدى الشخص عيب في شخصيته إذا ادعى أنه يتوافق مع الجميع، وبسبب الاختلافات داخل أفراد المجتمع لن يتوافق الشخص مع الجميع. سيكون هناك دائماً شخص أو أكثر يختلفون مع عقليتهم وأسلوب حياتهم ونصائحهم. سيؤدي هذا التنوع إلى التوتر وأحياناً المشاكل. ولكن إذا كان الشخص محبوباً من الجميع، فهذا يدل في أغلب الأحوال على أنه تبنى عقلية المنافقين من خلال كونه ثنائي الوجه. إذا لم يكن الأنبياء عليهم السلام محبوبين من الجميع، فكيف يمكن للشخص العادي أن يحقق هذه المكانة؟ هذا هو السبب في أنه لا ينبغي للمرء أن يصدق الدعاية، لأن المجموعة التي تعرضت لسوء المعاملة أكثر من غيرها بهذه الطريقة كانت الأنبياء عليهم السلام. وهذا مؤكد في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 4023. على سبيل المثال، اتهمت امرأة وقحة النبي موسى عليه السلام زوراً بعلاقات غير شرعية، وقد أغراها عدو الله تعالى قرآنه بسب النبي موسى عليه السلام علناً في مجلس ديني، فقام باستجوابها، فلما رأت رد فعله تراجعت عن اتهامها واعترفت بالحقيقة، فكانت النتيجة أن أهلك الله قرآنه بأمر الأرض أن تبتلعها هواك نزه العظيم، وديوردت هذه الواقعة في كتاب الكبائر للا إمام لذهبي صمن 166 إلى 167. سورة القصص الآية 81. يفخسفنا به وبداره الأرض. لقد تعرض الأنبياء عليهم السلام للسب والشتم في مناسبات عديدة، ولكنهم ظلوا ثابتين على رسالتهم حتى نصرهم الله تعالى. وعندما يقرر الله تعالى إتمام مهمة مثل نصر من ينشر كلمة الإيمان الحقة، فإن الخلق أجمعين لا يستطيعون إيقافه. يجب على المسلمين أن يقبلوا أنهم سيواجهون أيضاً صعوبات في نشر كلمة الإسلام. لذلك يجب عليهم أن يسيروا على خطى الأنبياء عليهم السلام بالثبات في مواجهة الصعوبات. كان هذا هو موقف الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالحين. إذا أراد المرء أن يلحق بهم في العالم الآخر، فعليه أن يتبنى هذا الموقف أيضاً. الاحترام عند مناقشة الإسلام مع غير المسلمين، يجب على المرء أن يظهر الاحترام دائماً ولا يلجأ أبداً إلى الإهانات. الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للناس أن يفهموا الرسالة السلمية الحقيقية للإسلام هي أن يلاحظوا الموقف اللطيف للمسلم الذي ينشر كلمة الإسلام. يجب أن تكون الأدلة التي يقدمها المسلم قوية، ولكن اللغة التي يستخدمها يجب أن تكون ناعمة. سورة النحل الآية 125. يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لقد طلب النبي موسى عليه السلام من أخيه النبي هارون عليه السلام أن يعينه على تبليغ كلمة الله تعالى إلى فرعون وقومه، فقد كان النبي هارون عليه السلام أفصح لساناً وألينة،
فإذا كان النبي موسى عليه السلام قد طلب هذه الصفة بالذات، فلماذا يرفضه البعض اليوم عند ما يحاولون تبليغ كلمة الإسلام؟ سورة القصص الآية 34. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي مصدقا لي، إني أخاف أن يكذبوني. عندما يتبنى المسلمون الصفة المعاكسة لما ذكرناه في الآية السابقة، فإن ذلك لا يؤدي إلا إلى تشويه سمعة الإسلام، ويدفع الناس أكثر بعيداً عن الإسلام. الكلام البسيط من المهم أيضاً عند نشر كلمة الإسلام تجنب المصطلحات المعقدة غير الضرورية والكلام المزخرف. وهذا يتحدى تقليد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أكد في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 1167 أنه كان موهوباً بالكلام الشامل. وهذا يعني أن كلماته كانت في الصميم، ولكنها تحتوي على قدر كبير من المعرفة. على غرار هذا الموقف، عندما يناقش الناس عمداً قضايا أقل أهمية يمكن أن تسبب انقسامات في المجتمع، يتبنى البعض هذه الطريقة من أجل التميز عن الآخرين، ولكن هذا موقف مضلل، حيث أن واجب المسلم الذي ينشر كلمة الإسلام هو مناقشة قضايا أكثر أهمية بهدف تقوية المجتمع. الإخلاص إن من أراد نشر كلمة الإسلام فلا ينبغي له أن يكتسب العلم ليهزم غيره في المناظرات، ولا أن يشعر غيره بالجهل، ولا أن يسعى إلى الشهرة عند أداء هذا الواجب، وإلا فإن العلم الذي كان المقصود منه التقرب إلى الله تعالى ليؤدي به إلى للنفق فيتظهر بنفع غيره، وهو ليريد إلى للشهرة. ومن فعل ذلك دون توبة صادقة فقد حذر من النار، وقد ثبت ذلك في حديث في سنن ابن ماجه رقم 253. وقد صنف الخمر في حديث في سنن النسائي رقم 5669 على أنها أم الشرور، لأنها تفتح الباب إلى معاص أخرى لا حصر لها. وعلى نحو مماثل، فإن حب الشهرة من خلال نشر كلمة الإسلام هو أم الشرور بالنسبة للعلماء. وهذا الموقف يؤدي دائماً إلى معاص أخرى مثل الكذب والغيبة والحسد والنفاق، وبسبب سوء نيتهم لن يقبل هؤلاء الناس الحقيقة من غيرهم أبداً، لأنهم يخشون أن ينال هذا الآخر شهرة أكثر منهم. وهذا يقودهم إلى الاحتجاج على الحق بتحريف آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن سياقها. وعندما يفشل المرء في الالتزام بآداب نشر كلمة الإسلام، فإن الله تعالى يزيل نور الإيمان من قلبه، وبدلاً من أن تقوده معرفته إلى النور ورضا الله تعالى، فإنها تقوده إلى الظلمة فقط. والأسوأ من ذلك أن العالم الخارجي عندما يراقب هؤلاء الناس قد يعتقد أن هذا كان موقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والسلف الصالح. ونشر هذا الاعتقاد الباطل بين الآخرين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصعوبة على الشخص. وهذا أحد الأسباب التي جعلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحذر ذات مرة في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 256 من أن أسوأ أجزاء الجحيم ستكون مخصصة لأولئك الذين استخدموا معرفتهم بالقرآن الكريم من أجل الشهرة. ومن المؤسف أن بعض الناس يطلبون الجزاء من غيرهم على أعمالهم، بينما لم يطلب الأنبياء عليهم السلام والصالحون الجزاء من الناس قط، بل كانوا يريدون فقط مرضاة الله تعالى ويرجون الجزاء منه وحده. سورة الشعراء الآية 164. ومسألكم عليه أجراً إن أشغي إلا على رب العالمين. يجب على الإنسان أن يهدف دائماً إلى إرضاء الله تعالى، فهذه النية وحدها هي التي تحدد ما إذا كان سيحصل على مكافأة من الله تعالى أم لا. وقد تأكد ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 1. في الواقع، وصف النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة حكم الشخص الذي كرس حياته للحصول على ونشر العلم في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 4923، حيث طلبوا المكافأة من الناس في شكل شهرة، وأعلن الله تعالى أنه لا مكافأة له في الآخرة بسبب سوء نيته، ثم سيلقى الرجل في الجحيم. للأسف
لا يقصد البعض فقط المنفعة المادية، بل يقدمون عمداً النصيحة التي ترضي الناس ويمنعون النصيحة التي قد تغضبهم على الرغم من أنها الحقيقة. هذا لا يعد نشراً لكلمة الإسلام ولن يؤدي إلا إلى غضب الله تعالى. الأدلة القوية إن من الشروط المهمة لنشر كلمة الإسلام أن يقدم الإنسان للآخرين أدلة قوية تدعم آرائه، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان الإنسان يمتلك المعرفة الصحيحة. ولا بد أن يأخذ الإنسان دليله من القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلاً عندما دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقاربه إلى الإسلام استخدم 40 عاماً قضاها بينهم كدليل على أنه كان صادقاً، وكان هذا الدليل لا ينكره حتى غير المسلمين. وقد ورد هذا الحادث في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 4553، ولم يمنعهم من الاستسلام للحق إلا غطرسة البعض. سورة يونس الآية 16، لأني قد مكثت بينكم عمراً طويلاً قبل ذلك أفلا تعقلون؟ النهج المنظم في القرآن الكريم ينصح الله تعالى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بنشر كلمة الإسلام من أقاربه، وهذا جانب آخر مهم من جوانب نشر كلمة الإسلام. يجب على المرء أن يبدأ دائماً بالأقارب ثم ينتقل إلى بقية أفراد المجتمع. نظراً لعلاقات الشخص الوثيقة ومعرفته بأقاربه، فإن نصيحته لهم سيكون لها تأثير أكبر من نصيحة الغرباء. في الواقع، إذا ركز كل شخص على أقاربه، فلن تكون هناك حاجة إلى نصيحة غير الأقارب إلا في مناسبات قليلة. سورة الشعراء الآية 214، وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد هذه الخطوة يوصي القرآن الكريم بنشر كلمة الإسلام في مجتمعنا المحلي. سورة الشورى الآية 7، وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أهل القرى ومن حولها. والخطوة الأخيرة هي دعوة البشرية على المستوى الوطني إلى الإسلام. سورة سبأ الآية 28، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً. لقد أمر الله تعالى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبنى هذه العملية التدريجية، لذلك يجب على كل مسلم يقوم بهذه المهمة أن يتبنى هذه الطريقة أيضاً. التسامح إن من أهم جوانب نشر كلمة الإسلام هو التعامل مع الآخرين بتسامح. ومن البديهي أن ندرك أن من يرغب في تحسين نفسه سيقبل بالشرح اللطيف، أما إذا تبنى الناس الغضب والإحباط فلن يتقبلوا النصيحة الطيبة. إن من يتبنى هذا الموقف الصحيح سيفهم طبيعة الناس وبالتالي يعاملهم على هذا الأساس، وهو ما يكون أكثر فائدة من معاملة الجميع بنفس الطريقة. جدير بالثقة من أجل نشر كلمة الإسلام بشكل صحيح، يجب أن يكون المرء جديراً بالثقة. يذكر القرآن الكريم على وجه التحديد كيف أعلن الأنبياء عليهم السلام جميعاً أنهم جديرون بالثقة وأنهم لا يرغبون إلا في مصلحة الآخرين. على سبيل المثال، سورة الشعراء الآيات من 161 إلى 162، وإذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون الله إني لكم رسول أمين. وكما ذكرنا في فصل سابق، عندما أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبوة أجمع الناس على أنه أمين، مع أن كثيرين رجعوا عن أقوالهم وأنكروه، وهذا مذكور في تفسير ابن كثير المجلد العاشر صمن 622 إلى 623. فهم الحدود يعلم القرآن الكريم البشرية أن بعض الناس غارقون في العالم المادي ولا يمكن لأي نصيحة أن تخترق قلوبهم المحجبة. يصف القرآن الكريم كيف أن هذه المجموعة من الناس تمتلك قلوباً أقسى من الحجارة. سورة البقرة الآية 74، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. في هذه المرحلة يجب على أولئك الذين يرغبون في نشر كلمة الإسلام أن ينفصلوا عن هذا النوع من الأشخاص ويركزوا بدلاً من ذلك على الآخرين. ولكن من المهم أن نلاحظ أنه حتى في هذه الحالة يجب على المسلم أن يظهر دائماً حسن الخلق تجاه المذنبين حيث يمكنهم التوبة في أي وقت. سورة الفرقان
الآية 63 وإذا خاطبهم الجاهلون كلوا سلاما. وبالمثل في آية أخرى من القرآن الكريم ينصح الله تعالى أنه عندما يتم الوصول إلى حد ما فمن الأفضل الانفصال وترك العنيدين والضالين لمعتقداتهم الباطلة. لا شك أن يوماً سيأتي عندما يخبر الله تعالى البشرية من كان مهتدياً ومن كان في الظلمات. سورة القصص الآية 55 وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا ينبغي للمسلم أن يصاب بالاكتئاب والحيرة عندما لا تؤثر نصيحته الطيبة على الآخرين، وفي بعض الحالات يغرق هؤلاء الأشخاص في المعاصي إلى الحد الذي يجعل قلبهم محجوباً، وهذا الحجاب يمنع النصيحة الطيبة من التأثير عليهم بشكل إيجابي. ويوضح حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 4244 كيف أن المعصية تسبب نقطة سوداء في القلب الروحي، وكلما زاد الإنسان في المعاصي زاد انغماس قلبه الروحي في هذه الظلمة. سورة المطففين الآية 14 كلا بلران على قلوبهم الرجس مما كانوا يكسبون. وهذا يشبه آية أخرى يبين الله تعالى فيها أن أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم قد حجبت عن الحق فلا يهتدون إليه. سورة البقرة الآية 7 شختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إن العيب لا يكمن في رسالة الإسلام بل في قلوب الضالين، كما يكمن العيب في عيون الأعمى وليس في الشمس الساطعة. ومن المؤسف أن هذا الموقف العنيد أصبح مشكلة واسعة الانتشار داخل المجتمع، فبعض هؤلاء الناس يؤمنون بالإسلام ولكنهم أغلقوا قلوبهم وعقولهم عن تعاليم القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يرفضون قبول أي نصيحة جيدة من شأنها أن تنفعهم في العالمين. إن أولئك الذين يختارون نشر كلمة الإسلام يجب أن يفهموا أن هناك نوعين من العقليات التي يمكن للناس أن يتبنوها. النوع الأول هو عندما يتخذ شخص ما قراره مسبقاً بشأن قضية ما ثم يبحث ويقبل فقط الأشياء التي تدعم اعتقاده المحدد مسبقاً، في حين أن الموقف الصحيح هو أن يعيش المرء بعقل منفتح من خلال البحث وقبول الأدلة القوية فيما يتعلق بقضايا مختلفة. إن العقلية الأولى لن تسبب سوى المشاكل من المستوى الشخصي وحتى المستوى الوطني. ومن المؤسف أن هذه هي الطريقة التي تعمل بها بعض جوانب وسائل الإعلام. إنهم يحددون مسبقاً المعلومات التي يودون نشرها ويجدون أدلة ضعيفة تدعمها ثم يضخمونها أمام العالم. وعلى أولئك الذين ينشرون كلمة الإسلام أن يتجنبوا النوع الأول من الناس ويركز بدلاً من ذلك على دعوة الفئة الثانية إلى الحقيقة. معلومات مفيدة. من المؤسف أن بعض الناس تخلوا عن تحذير البشرية من أخطاء الأمم السابقة وكيف هلكت نتيجة لها، وبدلاً من ذلك فإنهم يضخمون مفهوم التفكير التمني فيما يتعلق برحمة الله تعالى من خلال سرد قصص الأولياء دون تعليم الجمهور كيفية السير على خطاهم وتحقيق الولية. يعطي هؤلاء الدعاة إلى الإسلام انطباعاً خاطئاً بأن الخلاص يكمن في حضور اجتماع ديني أسبوعي وإعلان حب المرء لله تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والأولياء بالكلام فقط دون دعمه بالأفعال. إنهم يتبنون هذا السلوك لأنهم يعتقدون أن يصبح المرء متحدثاً شعبياً أهم من الوفاء بسنة جميع الأنبياء عليهم السلام. سورة المدثر الآيات من 1 إلى 2 يا أيها المتغطي قم فأنذر. إن كل خطاب إسلامي لابد وأن يقدم رسالة مختصرة ومفيدة، ولكن للأسف هناك من لا يحضرون إلا مجالس تتألف من سرد القصص التي لا هدف لها ولا معنى حقيقيين، ولا تعقد هذه المجالس إلا لإسعاد الجماهير بخطابات منمقة لا معنى لها. ويعتقد بعض المحاضرين خطأً أنهم لابد وأن يزودوا مستمعيهم بساعات من المعلومات حتى يحققوا النجاح، ولكنهم يفشلون في إدراك أن الكلمات الطيبة القليلة التي تلهم المستمعين نحو التحسن أفضل بكثير. إن أي اجتماع لا يكون مفيداً إلا عندما يغادر المستمعون بنية صادقة لإصلاح أنفسهم
ولكن هذا يتطلب من الراغب في نشر كلمة الإيمان أن يبتعد عن الموقف الخاطئ المتمثل في البحث عن أفكار ومفاهيم جديدة قبل العمل على الأساسيات. الخاتمة وفي الختام، من المهم للمسلمين وخاصة أولئك الذين يرغبون في نشر كلمة الإسلام أن يتبنوا الصفات الصحيحة المطلوبة والتي تمت مناقشة العديد منها في هذا الكتاب من أجل نشر تعاليم الإسلام الحقيقية للعالم، وأهمها العمل بتعاليم الإسلام قبل الدعوة للآخرين. وهذا من شأنه أن يجعل قلوب الناس تتجه نحو الإسلام حتى يتحقق هدف الإسلام، ألا وهو نشر المحبة والهداية الصحيحة للبشرية حتى يتمكنوا من السفر بأمان من هذا العالم إلى أبواب الجنة. سورة العنكبوت الآية 69: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.